من الأشخاص يجي لأنه أكو محركين اثنين شغالين بالدماغ، أكو لازم يصير تنسيق بيناتهم من حيث النطق للكلمات. كثير من العراقيين يشكو من أنه أنا أفهم الطرف المقابل شو يقول، لكن من أبدي بالكلام يصير عندي إشكالية. هاي الإشكالية بسيطة جدا. تخيل أنه أنت تجي يعني أكو محرك شغال، محرك بطاقة حصانية كلش عالية ونصب على سيارة كلش قديمة هيكلها كلش تعبان. أكو تنسيق لازم يصير بين مناطق الإنتاج اللي احنا نسميها competence بالدماغ، اللي هي الإعازات العصبية اللي ترسل اللغة، مناطق الحنجرة الفم حتى يبدأ النطق الصحيح، وبين البرفورمانس اللي هو الأداء الحقيقي المشاهد أو المسموع إليك. أكو تدريب كلش وايد يصير على القراءة والاستماع، فتلقي شخص أدنى متمرسة على الاستماع يفهم الطرف المقابل ايش يقول، لكن بالإنتاجية عنده ضعف. ضعف هذا ناتج من قلة التمرين. طيب شلون نتدرب؟ أكو كثير مواضيع أنا تحدثت عنها بالفيديوهات السابقة وأحب أأكد عليها بأكثر من فيديو. حاول تشتري كاميرا تعطيني كاميرا بسيطة أو كاميرا التليفون وتسجل نفسك أنت تتحدث عن مجموعة أسئلة، لكن بأثناء حديثك حاول تسوي توقيت لنفسك، يعني حاول تضغط على نفسك بوقت محدد، لأنه التدريب يعني يقلل من التوقفات اللي تصير عندك اللي هي نسميها pauses، تزيد من التون الموسيقية عندك بحيث أنه ما يصير عندك الإنجليزي روبوتي. يعني مرات تقول شخص يحكي مثل الروبوت اللي يتحدث الإنجليزي، ومرات يجي واحد سلس اللغة مالته طليقة جدا، هذا شخص متحدث وداخل مفاوضات كثيرة، وهذا الشخص هو حال أي لغة أخرى، حال أي شخص اللغات الأخرى بدأ step by step، لكن قدر يكتشف طريقة تعلمه الشخصي، قدر يطبق ويستعين بهذه الطريقة حتى يطور المهارات مالته تبعه. حاول تحفظ أكثر أمثال مستعملة، حاول تحفظ phrasal verbs، حاول أكو أربع عناصر بصراحة باللغة الإنجليزية ركز عليها اللي هي nouns, verbs, adjectives and adverbs، اللي هي الأسماء والصفات والظروف والأفعال. هذه أربع categories إحنا نركز عليها، لكن هذه لازم تكون متدرب على أربع مهارات listening, speaking, reading and writing. إذا تدربت على مهارة speaking كل البقية حتيجي أوتوماتيكياً بسهولة. مهارة speaking إحنا كونا بالعراق ماكو حاجة قوية للغة الإنجليزية، لكن إحنا لازم نخلق الحاجة للتدريب. شلون تخلق الحاجة للتدريب؟ حاول تلقي الفرص اللي أنت بيها تقدر تستعمل اللغة الإنجليزية. تذكر الناس أكو توست ماسترز، حاول تسجل معهد يوفر لك أشخاص. المعهد هو ما راح يدربك فقط، لكن راح يوفر لك اللقاء بأشخاص مهتمين بالاهتماماتك، فتقدر تسوون حلقات نقاشية تناقشون مواضيع محددة. المواضيع هذه شنو؟ طبعا تقدر تراسلني أدزلك لستة مع المواضيع عامة للنقاش مختلفة المستويات، هذا حتفيدك تطوير مهارتك بالحديث عن كثير من هذه المواضيع. ثم احنا اكو مسألة نجهلها بعض الأحيان، العامل النفسي يلعب دور كلش كبير بتعلمك للغة الإنجليزية. مو ضروري أنت تتحدث اللغة الإنجليزية يعني أنه أنت تتحدث اللغة الإنجليزية أمام مرأة أو مسمع من الناس. كثير من الأشخاص عنده تلكب، خاصة العنصر النسائي عنده طلاقة كلش قوية، لكن من يجي يتحدث أمام مرأة أو مسمع من الناس يصير عنده تلكب. هذا التلكب يحتاج presentation skills، يحتاج له أنه يسايكتب، أنه أنت شوية ترتفع معنوياتك، تتدرب أكثر. كلما تدربت أكثر كلما ازدادت نسبة الطلاقة عندك. والوضوح، احنا عندنا clarity and speed، وذول مثل الكيتشات يعني يشتغلن، فأنت تتدرب على clarity تتدرب على speed في نفس الوقت. مرور الوقت مسألة النضوج اللغوي يعني ما أقدر أقول لك هو شهر أو شهرين، يعني يحتاج لفترة 6 أشهر نرصد للشخص حتى يصير عندك نضوج لغوي. هذا النضوج اللغوي طبعاً مرور الوقت يصير بيتوسع أبعاد، ماضي مضارع، يصير عندك إمكانية تتحدث بأكثر من زمن، يصير عندك إمكانية بالمفردات، تنوع المفردات. حاول تنوع المفردات، تستعمل طيب من التدريبات، لا تحاول تثبت على تدريب واحد، لأن هذا التدريب الواحد هو مثل الأكل الواحد، يعطيك نوع معين من الفيتامينات أو نوع معين من البروتين.
يحتاج لك تنوع حتى يصير عندك إمكانية وطلاقة وقدرة مناورة لغوية أوسع. وحاول تركز أنه أنت مو الإمارات تسمع الكلمة بدماغك بس من تيجي تلفظها صعب. المشكلة وين؟ المشكلة بنقص التدريب. وأنا تحدثت عن موضوع دوري اللغة العربية بالموضوع عن مساعدة باللغة العربية ما موجودة. فهذا الشيء يسبب أنه أنت إحنا يعني مثلاً you go home بدل ما تقول do you go home. هذا قلة الاستعمال مالك. فزي الاستعمال زي التدريب على طريقة طرح السؤال بالإنجليزي حتى تصير إمكانيتك وقدرتك على الطلاقة بالكلام أوسع أو أقل. ربنا يحفظك.